انا هبدأ كلامي فعلا اللي قاله زمان ان رزق الهبل على المجانين، ده فعلا مش كذاب. كل اليوتيوب عايز يعمل فيو عالي او يخلي ناس تعمل سبسكرايب لقنوات تانية، يقول له هديك هدية، هجيب لك موبايل، هعمل لك حفلة، واحنا نصدق ونروح ونجري ونقوم عاملين فولو للقنوات دي، واحنا نعمل سبسكرايب ونجري على القنوات، وهو بقى ياخد من ناحيتين، ياخد نسبة فيو عالية لقناته، وياخد من ال14 قناة فلوس للي اتعمل لهم سبسكرايب، ويكسب من ناحيتين، ويغير الموبايل بتاعه عشان يمشي مع الستايل الجديد بتاعه والفيلا الجديدة. واحنا حاجة خالص غير ان اتضحك علينا بموبايلات، واحنا كده يبقى اتضحك علينا، احنا ادينا لهم الفلوس واحنا خدنا الموبايلات المستعملة. لا، والناس في الكومنتات نازلة تستعطفهم، انا عملت، انا خلاص، انا عملت لايكات، انا عايز الموبايل يبات في حضني، انا عايز مش عارفة ليه. يا جماعة ليه؟ ده الرزق بتاع ربنا، واشتغلوا واعملوا اللي عليكم وانتوا هتجيبوا احسن منه، انما ما تستعطفوش حد، ما يبقاش استعطاف على موبايلات مستعملة كده. طب يا اخي احترم المشاهدين بتوعك يا اخي، وهات اي علبتين قدام وحط الموبايلات فيهم، انما تبقى بالمنظر ده وفي الاخر يا عيني الناس تجري عايزه الموبايلات دي. احنا فعلا الشعب العربي ده اطيب شعب. واخر كلامي سلام.